يلا بقى بس بسرعة، مش يلا يا حلوين نكمل. دلوقتي هنتكلم مع بعض عن أهمية وسائل النقل في حياتنا، دي آخر جزئية في الدرس عشان نحل مع بعض، تمام؟ طيب احنا عايزين نعرف، هي وسائل النقل دي مهمة؟ اه مهمة. أو طيب مهمة وبعد كبيرة خالص في المجتمع. تمام، طيب هي مهمة في ايه؟ يلا يا احمد مهمة قولي في كده معظم من اللي وجهة يمشوا نظرك. نقل الركاب. طب لا، ثانية اللي أتكلم في عارف دي. يرفع ايده، اللي عنده معلومة ويضيفها لنا يرفع ايده. ماشي يا ابطالي؟ طيب برافو، 3 بس اللي رافعين ايديهم، الباقي فين؟ اماري لا سهرة، رفع ايدي يا ناس، بس طبيعي اسمعها لي. انا عايزة ايد النوم. والله العظيم هو انا مشغلين. تمام، ركزوا معايا، نقفل المايكات. طيب يلا يا احمد قول لي، وسائل النقل مهمة في حياتك ازاي؟ مهم في حياتي بس ان هي بتوصلني للاماكن اللي انا عايزها، وثانيا بتوصل البضائع اللي احنا عايزينها والحاجات اللي المجتمع يحتاجها. طيب يعني انا عايز اسالك سؤال، هو لو وسائل النقل مش اتطورت يا احمد، وكنا لسه دلوقتي بنمشي عن طريق الحصان عايزين نسافر السعوديه نركب حصان او نركب جمل، كنت هتوصل في وقت بسرعه ولا كنت هتوصل في وقت ايه قد ايه؟ هوصل في وقت قليل، كنت هوصل في وقت، هاخد وقت كتير على ما اروح هناك، وهتكون المسيرة اللي انا بركبها بطيئة خالص. طيب يعني احنا دلوقتي لو ركبنا الطياره، يعني معنى كده ان تطور وسائل النقل قلل الوقت، صح ولا لا؟ صح، ايوه يعني انا لما نقطة بقى عندي بالظبط. عربيه، لما بقى عندي طياره، وسائل النقل بتاعتي بقت قليله، يعني انا بقيت بمشي في مده قليله، يعني مثلا لما بركب على الحمار مش زي لما بركب العربيه، مش زي لما بركب الطياره، يعني صح ولا لا؟ نوضح. يعني معنى كده ان وسائل النقل وفرت. طيب وسائل النقل يا حلوين مش وفرت لي مجهود؟ يعني انا لما اسافر مشي زي ما اسافر عربيه زي ما اركب طياره مش بوفر مجهود، ايوه صح ولا لا؟ ايوه تمام، يبقى معنى كده ان وسائل النقل بتوفر لي وقت ومجهود. تمام، يبقى اهميه تطور وسائل النقل ايه؟ بتوفر لي وقت وبتوفر لي مجهود. طيب مش وسائل النقل دي بتنقلني انا كافراد زي ما احمد بيقول بركبها عشان اسافر، يبقى هي بتعمل على نقل الايه؟ الافراد، بتعمل على نقل الايه؟ البضائع، بضائع. صح ولا لا؟ صح يس وسائل النقل صح. دي مهمه في ان هي بتوفر والتبادل لي وقت الاتجاه. ومجهود وبتنقل الافراد وبتعمل على التبادل التجاري. يعني انا دلوقتي لو مش عندي طياره ولا عندي عربيه هعرف اسافر السعوديه؟ طب لو لا سافرت لا السعوديه هسافر في وقت قليل؟ اه اه لا اه اه يعني انا لو راكبه جمل هركب في وقت قليل، هسافر في وقت قليل؟ لا 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 هسافر في وقت طويل وقت طويل. يعني طويل. مثلا الناس اللي بتسافر السعوديه مثلا مرتين في السنه، هتسافر مرتين في السنه عن طريق الجمل؟ لا غلط. طيارة أو طيارة. طب كده الناس مش هتسافر. طب الناس اللي بتتاجر مثلا مع الدول التانية هتفضل تتاجر مع الدول التانية؟ يعني انا مثلا بسافر السعودية اشتري منهم نفس، عندهم نفس كويس، فاروح اشتري منهم نفس عشان ابيعه هنا للمصريين. تمام، بسافر بالطيارة بجيب البضاعة بجيب اللبس بسرعة. طيب انا لو لسه وسائل النقل مش متطورة هسافر عن طريق الجمل اروح اجيب اللبس واجي؟ لا ايه؟ لا لا لا. يبقى معنى كده ان وسائل النقل عملت ايه؟ ساعدت على الايه؟ التبادل التجاري، فهمنا؟ اه يبقى اهميه وسائل النقل اللي هي بتساعد على التبادل التجاري يا ابطالي، وبتساعد ان هي بتوفر لي وقت ومجهود ومال. تمام؟ يلا بينا بقى يا حلوين تجيبوا لي صفحه 160 بسرعه. لا احنا واخدينها دي واجب. هنراجعها مع بعض بسرعه. 160 بسم الله. وهنعمل مع بعض مسابقة، تمام؟ عشان أشوف مين أجمل فراشة وأجمل نجم النهاردة. تمام بسم الله. انا تمام قوي كده على الكرسي. جبتها ايه ده؟ جبتها جبتها. طب يلا بسرعة. هي دي؟ أيوه هي دي يا قمر. طب مين يا فراشة ابني يا انا قمر؟ كنت بره. بسرعة بسرعة. الدرجات صلاح التلميذ على الدرس الاول. صفحة 160 يا حلوين، صفحة 160، الكل يجيبها، الكل يجهز قلمه بسرعة. معايا قلم طيب يلا وحل على يا النقطة. هنقول.
اختار يلا حد خلونا من بسرعة. مسابقتنا ولا انا اجاوب فردي؟ لا ما هي المسابقة فردية عشان أشوف مين أجمل فراشة ومين أجمل نجم النهاردة. تمام. دلوقتي شوف اول وسيلة نقل ما يعرفها المصري القديم. صح صح قال صح يا تيتا. صح، برافو عليك شطورة. يعني السفن دي أول وسيلة نقل. لو سمحت السفن يا مس ولا ممكن ما القوارب؟ اسمعش صوت، ممكن ما اسمعش صوت، خلينا كده معاها للآخر. ممكن ماشي يا فراشة يا بتاعتي اللي عمالة تطيري في الجو انتي، تمام؟ وانتي بتطيري في الجو مش رحتي هناك عند النقل المائي وشفتي ان المصريين القدماء اول حاجة عرفوها هي السفن ولا القوارب؟ القوارب. ما انتي قلتي صح. شفتي بقى، شفتي يا فراشة يا بتاعتي، انتي يا شطورة جاوبتي غلط ازاي؟ بتلخبط بين السفن والقوارب لأن هما الاتنين بيمشوا على المية. لا بصي، القوارب يا جميل دي أول حاجة المصريين عرفوها في النقل المائي. إزاي بقى؟ قلنا اللي قوارب دي اللي هي جابوا جذع الخشب وجابوا كذا جذع، جابوا حتتين خشب كده جنب بعض وربطوها في بعض بالحبل جامد وعملوا جميل بيها القارب. أما السفينة اللي هي السفينة اللي احنا بنشوفها دلوقتي، جميل. السفينة عبارة عن خشبتين ثلاثة مربوطين بحبل. يبقى في فرق ما بين القارب وفي فرق ما بين السفينة. يبقى الإجابة بتاعتنا هي فراشة. هي قوارب. قارب. الفراشة ما أخدتش نقطة. صح ولا يلا غلط؟ يلا يا زهرة، صح يلا ولا رقم غلط؟ واحد. رقم واحد غلط. القوارب مش السفينة، القوارب مش السفينة. بس عايزة أقول لحضرتك على حاجة، قولي يا قلبي. هو كل واحد بواحد ولا مثلا أو فريق البنات مش مع بعض؟ لا انت عايزه نعمل فريق للبنات وفريق للولاد؟ لا لا، أنا بسأل بس. لو لا البنات اكتر من الولاد أو عادي. عادي ممكن نعمل فريق الفراشات وفريق النجوم، الولاد النجوم والبنات الفراشات، تمام؟ تمام وكمان ماشي. هعمل تقييم اشوف مين اجمل فراشه ومين اجمل نجم. بسم الله ركز. يلا النجم أحمد. الحمد لله. نعم يا مس. يلا يا نجم. تمام، تفضلي اسألي. يلا اقرأ اسمي رقم اتنين بسرعة. تمام، بيقول أول سيارة دخلت مصر كانت تتم على طريق البخار. احنا في رقم انت فين يا أحمد؟ احنا في تدريبات الصفحة وامتحانات الثانية. المحافظات يا احمد، صفحة 160 يا جميل. آدم بيقول كانت الطائرة الأخوين رأيت أول طائرة في التاريخ. صح. تمام، برافو شطور. يلا يا فراشة زهرة. يا مس يا مس مس بس يا مس، مش هي عباس بن فرناس يا مس، مش الأخوان رايت. لا يلا يا يا جميل، زهرة. بص يا حبيب قلبي، بص ركزوا معايا. عباس ابن فرناس يا عموري حاول ان هو يعمل طياره، حاول ان هو يطير، ركب جناحين وحاول ان هو يطير بس هو ما طارش، فهمنا؟ ما عملش طياره، بس اول حد يا عمل مس طياره بالفعل اللي هم الاخوان رايت، فهمنا؟ دي كان اول واحده صح. تمام اول واحده صح. تمام يا اخي يلا يا ايه زهرة. يلا تيتشر رقم ثلاثة. تعد مصر أول دولة عالميا، عالمية في إنشاء، عالميا على مستوى العالم. عالمية في إنشاء الأسمنت الحديدية. السكك الحديدية، صح ولا خطأ؟ صح. خطأ. صح. لا، إجابة خاطئة يا زهرة. بص يا زهرة، والله هو الولاد دفعوا كل لغة دلوقتي يا مس، هديكم الولاد معلومة، دفعوا لغة هديكم دلوقتي. معلومة، ركزوا معايا، ركزوا معايا، إن هديكم شاء الله معلومة حطوها ثابتة في دماغكم. مصر مش أول واحدة على مستوى العالم أبدا، هي تمام؟ أول واحدة على دولة أفريقيا، على قارة أيوة، أفريقيا. مصر إنما دايما الأولى. عالميا لا. تمام، عالميا مصر ما الصوت يا شباب بعد إذنكم، مصر رقم الأولى دايما على مستوى أفريقيا،
اما على مستوى العالم مش الاولى على مستوى العالم، فاهمنا؟ طيب طب يا مصر ماما تتكك نعم يا مس. دلوقتي ظهر مكانتي اصلا حد معانا، نعم ظهر مكانتي اصلا حد معانا الدرس يعني. انت خايفة ايه يعني النقط وكده صح؟ لا انا ما انا خايفة. العمة ساجا عمار داخل في عليكم السلام، ازيك يا ساجا؟ ايه التأخير ده يا ساجا؟ بص عشان يلا كنت يا قمر شايف ازيك بره. بسرعة بسرعة. يمس يمس هذه ثانية واحدة يمس نعم جيب الكتاب ده. مش البنات كده بقى أكتر من الولاد، هنعمل الفريق بتاعنا. يلا يا أحمد. أحمد لا يلا يا عمر، عمر أحمد أنت جاوبت. يلا يا عمر أرسلت يا عمر أرسلت أرسلت الكل المايكات أرسلت المايكات، أنا مش عايزة حد فتح المايك غير أحمد يا عمر. يلا يا أحمد أنت المايك من عندك. يلا يا مش حنين. هو يلا يا مش بس رب. معلش صفحة يلا يا كام ساجا بس معلش صفحة صفحتين 160 يا ساجا هتجاوب يا بسرعة جماعة صفحة 160. غلطة. أرسلت ايه الملكة دميسة حتشبسوت يلا يا عمر. أرسلت يلا يا الملكة عمر حتشبسوت أرسلت الملكة حتشبسوت رحلات التجارية إلى بلاد بونت دم السفن نام السفن. بس وانا برافو حلنا في الواجب. شطور. ماشي احنا بنراجع الواجب عشان في ناس عندها اخطاء، كل واحد يراجع الواجب بتاعه بسرعة. اول واحدة اللي معظمكم غلطان فيها راجعوها. اول اي واحدة واحدة غلط مش صح، تاني واحدة ايوه صح، ثالث واحدة خطأ، رابع واحدة السفن بسرعة. يا مس انا كنت عاملها غلط. يلا النجمة طب يا دان مس يا مس الفراشة لو دان. سمحت يا مس لو نعم سمحت يا مس هو اتفضل الفريق يا احمد. بتاع البنات كده بقى يعني زايد عن الولاد باتنين. ماشي يا احمد بقى انتوا هتاخدوا انتوا الاثنين انتوا وعمر كل واحد فيكم هيحل سؤال زيادة، فاهم؟ سؤالين يعني كل واحد فينا يحل سؤالين. برافو كده بالظبط. يلا كنت الفراشة لسه ده فين؟ هجيبها دي موجودة فراشة دي. طب يلا يا فراشة موجودة بسرعة. استخدام المسؤولية وتدريب وسائل النقل المائية مثل البواخرة المغوصات النقلات النقل القوارب القوارب صح. برافو عليك شطورة. أنا كده يا صح. جماعة فريق الفراشات نقطة. احنا يلا كام وهما كام؟ هما كام هما واحنا كام؟ اتنين وانتو واحد. يلا النجمة أحمد. لا نعم يا هنكسب مسمع حضرتك. يلا يا جميل رقم اجاوب ثلاثة سؤالين ولا سؤال واحد؟ سؤال بسرعة. تمام. رقم ثلاثة بيقول تم مد أول خط سكك حديدي في مصر بين القاهرة والإسكندرية. برافو عليك شطور يا أحلى نجم. يلا الفراشة سجا. يلا يا ساجي المفروض أوكي انت قلتي كل تعدى واحد فينا يحل سؤالين. السكة الحديدية المصرية ثانية الخطوة تاني تم خطوط مد تاني تم خطوط مدوعة تم عالميا بعد مد خطوط السكة الحديدية في في المملكة المتحدة. المملكة المتحدة. برافو عليك شطورة. ثالث سؤال ايه كده طيب؟ ثالث سؤال الإسكندرية يا بين مس مش انت القاهرة قلت يا مس والإسكندرية، تمام؟ مش انت قلت يا مس انا عمر كل واحد فينا هياخد سؤالين. انا ما خدتش ماشي. غير ما هو سؤال بص واحد أقول لك يا أحمد، سؤال بنات سؤال ولاد، سؤال ولاد بنات سؤال ولاد، فاهم؟ يلا يا ساجا افتحي الكاميرا بتاعتك عشان النقطة بتاعتك تاخديها كاملة بسرعة يا ساجا. يلا يا عمر. أرسلت الملك صنفور أرسل الملك صنفور رحلاته التجارية إلى بلاد فينيقيا باستخدام هي اسمها سيرس ويبس وانا بس انا قلتها صنفور وحضرتك قلتيها صنفور. الملك سنفرو رحلاته التجارية إلى بلاد فينيقيا باستخدام إيه يا عمر بسرعة؟ بسرعة قال السفر شوفي. برافو عليك علي صوتك يا عمر صوتك مش واضح عندي. برافو شطور يا عمر. كده الولاد أخدوا 4 نقط والبنات نقطتين. يلا الفراشة زهرة.
نعم زهراء كسبينا مريح. وسيلة لا رقم مصر أول دول أفريقيا والشرق الأوسط لا ثلاثة لسه ماشي رقم ستة يلا بسرعة رقم ستة ستة وسيلة بس نقل تمام وسيلة نقل دخلت مصر في عهد الخديوي توفيق وكانت تعمل بالبخار وهي يلا يا زهرة جاوبي يا زهرة جاوبي يا زهرة ولا جاوبي يا زهرة يا زهرة لا نمشي المايكات بقى يا زهرة تعرف الزهرة حلتي تعرف تجاوب يلا يا وفريد زهرة شوية مش وفريد بعد البخار شوية كانت تعمل بخار هي ايه البواخر ولا الطائرات ولا السيارات ولا القوارب البخار البواخر يا زهرة يا زهرة يا زهرة السيارات السيدات الصوت 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 طب ثانية حضرتك مش فريق يبقى اسمه ايه وفريق ولا اسمه ايه؟ انت بتقوم واحدة فراشات فراشات ايه الفراشات نايمين النهارده مش عارفه ليه طيب يلا يا عموري لا احمد يلا يا احمد يلا يا نجوم النجوم النهارده اتنين بس جامدين نجوم جامدة نعم يا مش مع حضرتك يلا يا أحمد بيقول مصر أولى دول إفريقيا والشرق الأوسط استخدام الليل القطارات اللي هي السكك الحديدية يعني يلا القطارات يلا يا أحمد قول بسرعة القطارات يا مش القطارات القطارات برافو عليك شطور جدا يا حمادة كده النجوم أخدوا 4 نقط يلا يا فراشات الفراشة حنين تمام أكتر تفسير واحدة لأهمية مهمة التركيبية سؤال 7 القطارات اللي هي بتقوم اللي بتقوم من النقل اللي بتقوم من نقل الركاب والبضائع وكمان الركاب والبضائع أهميتها اللي هي بتبادل الركاب والبضائع تمام يعني أهميتها إن هي بتعمل إيه؟ بتنقل الركاب والبضائع الركاب برافو والبضائع عليكي شطورة يلا كده الفراشات أخدوا نقطة يلا فريق النجوم الفرشة يلا كام يا عم والنجوم كام؟ يلا نجوم يا مستر فرشات كام والنجوم كام؟ الفراشات 4 والنجوم أو الفراشات 3 والنجوم 5 يلا يا عموري نقول تيشان نعم المفروض المفروض الولاد تكون 7 عشان هما الولاد مش حضرتك قلت ان هما كانوا مش طيب هما كم كانوا يا مس انت عايزه تكسبيهم يلا قلت رقم 2 يا عموري بسرعة يا مس رقم سؤال كام رقم 2 في بما تفسر انت كنت فين يا عموري انا شكلي كده هنقص منكم نقطة المفروض لا 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 قبل ما يفكر أبطال يا حلوين مش عايز أسمع صوت يا مستر مش قادر يا مستر السؤال الأول إيه؟ اكتب اكتب أهم استخدامات السفن قديما نقل البضائع ونقل أنا الأقراص قلتها أنا قلتها هي رقم 2 لا هي هي رقم ما هي رقم 2 السفن يا 2 حنون هنقص انا كده من الفراشات نقطة يا تيتشر لو قال اكتب تفسير واحد لأهمية السكك الحديدية هو اللي قال فوق قال انا مالي السوفن السوفن اوكي طب هو سؤال واحد ايه اول سؤال ايه رقم 1 لنقل الافراد والبضائع تمام يلا نقل ايه نقل ايه نقل ايه الافراد والبضائع ايوه رقم 2
نقل برضو الأفراد والبضائع والسفر من عن طريق الإيه؟ السفن. فهمنا؟ يلا يا فريق الفراشات، يلا يا فراشدان، حد السبب فراشدان. الوحيد، حد السبب الوحيد ولا أهمية وسائل النقل في حياة الشعوب؟ تبادل التجاري. تبادل التجاري. طب ايه يا اكيد كمان سألتني. تبادل نعم. التجاري؟ ايه كمان، ايه كمان يا هي دان؟ بتحل فين؟ هي بتحل فين؟ وتوفير ايوه تمام، توفير انتوا بتحل فين؟ ثواني ثواني، ها؟ فاهمة يعني ايه؟ التبادل التجاري رقم كام؟ انتوا بتقولوا ايه؟ مش واخدة بالي. رقم تبادل هي التجاري بتحل في فهمنا؟ كام؟ في انهي؟ ثلاثة. ثلاثة في التبادل التجاري. طيب وإيه كمان غير التبادل التجاري؟ توفير الوقت، توفير توفير الجهد، الجهد والوقت نقل توفير الأفراد. 100 160 160 160. آخر سؤال يا شباب خالص. ممكن بعد إذنكم نقفل المايكات، عليكم كل ليه؟ واحد يقفل عليكم ليه؟ المايكات، كل واحد يقفل المايك من عنده لو سمحتوا بعد إذنكم بسرعة بسرعة. هقول لحضرتك الإجابة. طيب قولي يا دان انت الإجابة بسرعة عشان زمايلك يسمعوها. تبادل التجاري، التبادل التجاري وتوفير الوقت والجهد والعمل. وليه؟ بقول لحضرتك التبادل التجاري وتوفير الجهد والوقت والعمل. لا مش العمل، توفير الوقت والجهد ونقل الأفراد. نقل الأفراد، قصدي نقل الأفراد. تمام؟ طيب تمام برافو كده يا حلوين. عايزة فريق النجوم. يلا يا أحمد. تيشا طب انا ما نعم يا عرفتش باشمهندس ان حضرتك. الاجابه واضحه، انت قلتي الاجابه وهي قالت اجابه. حبيبة قلبي الإجابة نقل الأفراد. تمام، يبقى نقل الأفراد، توفير الجهد والوقت والتبادل التجاري. يبقى أول واحدة كده تعمليها. رقم واحد نقل الأفراد، رقم اتنين التبادل التجاري، رقم ثلاثة توفر الوقت والجهد. فاهمنا؟ تمام يا زهرة. رقم واحد تبادل التجاري، رقم واحد ايه؟ تبادل التجاري التجاري. صح. رقم رقم اتنين نقل الأفراد، نقل رقم الأفراد ثلاثة وتوفير توفير الوقت والجهد. والجهد. تمام يلا يا تمام أبطال، هنجيب صفحة 161. جبتها. مين اللي يتكلم؟ وانا بجاوب. حفله يلا يا خلينا أحمد اجاوب بقى اتفضل. واتكلم. اتفضل يا كابتن أحمد. بيقول أشهر المراكب في مصر القديمة هي مركب الملك خوفو. برافو عليك شطور يا أحلى نجم. يلا النجمة سجا. كام كام؟ يلا هقول كام كام في الآخر. أيوة يلا يا مس، أيوة يا مس، لا اتفضل، مش عايز اسمع صوت لو سمحت. أيوة يا مس. يلا يا سجا. ثانية واحدة بس، عادل بس التليفون. أوكي. أول سيارة دخلت مصر كانت تعتمد على الطاقة طاقة ايه؟ البخار. البخار. شطورة يا أحلى فراشة. يلا يا عندي مين يا شباب يا أبطالي؟ عمر أول واحدة. يلا إيه؟ النجم عمر. نعم أول واحدة. إيه يا ميس؟ أول واحدة يا جميلة مركب الملك أوكي خوفو. أوكي أوكي. نعم يا ميس. واحدة طاقة البخار. يلا يا نجم جاوب. دخلت على النجم ده نايم النهاردة ولا ايه؟ نجم عمر. دخلت العرب عند غزوة الهكسوس. دخلت العربات الحربية مصر عند غزو الايه؟ الهكسوس. برافو شكور. الايه 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 الهكسوس. الهكسوس. الهكسوس.
طيب يلا مين يا أبطالي؟ يلا النجم مين؟ لا الفراشة بقى، الفراشة. فراشة حنين. اوكي يلا يا اخترع حنين. الهوم رايت عام 1903 ميلاديا. هي طائرة. برافو عليك شطورة يا أحلى فراشة. مس الإجابة إيه؟ الطائرة. الطائرة. الفراشة زهرة. الطائرة. المفروض الولاد مش هنا. تمام، المفروض الولاد صح. كويس إن أنت نبهتيني إن المفروض الولاد. طيب ليه ما بيعملش بالسؤال؟ بتتهرب، بتتهرب من بتجابه السؤال. انا خلاص. عارف الحركه دي، انا ما انا لسه عارفه واقفه. انا عارفه ان هي بتتهرب من السؤال، مش مشكله خليها تتهرب من السؤال. ماشي يا فراشه، راجعالك جايالك دلوقتي وهصطادك كده من جناحينك. لا ماشي. ثاني ثاني ثاني. يلا يلا يا نجم، يلا يا نجم اطلع في السما بقى، نور بسرعه. انا عرفتها، حلت. تمام، صبح خلاص انور. ده دور تمام النجم. يلا يا نجم تمام الله بيقول اختار. أرسلت الملكة حتشبسوت رحلات بالسفن إلى بلاد بونت. بونت. برافو عليك يا احلى نجم. حلاه 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 حلاه. طب يلا بقى يا فراشة، عمتك من جناحينك دلوقتي قبل ما تصير. بسرعة. يلا رحنا أنشأت الدولة أنتهى. متحف السكك الحديدية في الجيزة عام 1932، صح الكلام ده ولا خطأ؟ صح يلا. صح صح، يعني الدولة أنشأت متحف السكك الحديدية في الجيزة. لا أنشأتها فين؟ مش عارف. مش عرفني. انت ما خدتيش الدرس ده يا زهرة؟ اه والله. طيب كويس ان انت بتجاوبي. انت هديكي ثنية دلوقتي، نقصتي نفسك، نقصتي نفسك يا زهرة. عشان غلط كده غلط عايزة غلط. اقول لحضرتك زهرة ما حضرتش الدرس، عشان كده عشان كده مش عارفة اجاوب. بس بتجاوب معانا، يعني هي بتجاوب معانا بتفهمي؟ مستجيبة. طيب بصي بقى يا زهرة، تيتشي انا عايزه اقول لك ان انا ما فتحتش كتاب الدراسات غير لما كان في غير لما كان في امتحان. لا ده انت بقى كنت ناوية اديكي بونية بس حشت عنك، بس انا هديكي بونية دلوقتي حالا. انا هروح لتيتشر وفاء. مناخير بسرعة 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 كده. مادة الدراسات دي عايزاكي تاكليها اكل. انا بكره زي ما لا لا بكره، مش هي كده، مش شكلها كده، كليها مذاكرة. انا بكره مذاكره زي ما بكره المحشي اكل. ماشي يا عم ماشي. بس يا بتاع المحشي جوعتنا كده على اخر اليوم. يلا يا بتاع الم... لا انت بتاع المحشي جاوب. النهارده انا داخله احس الدراسات اللي بتاعي الكسر. مين ماشي يا يا بس انا زهر. ولا مين؟ لا عموري مخترع القلم راح فين؟ مخترع الاقلام راح فين؟ هو طب قفل ما القلم فين بتاعه الفيديو العجيب؟ اصلا؟ ان هم قفل عموري الكاميرا. هو قفل الكاميرا. قفل ايه الكاميرا يا والبنات عموري؟ فريق لا مش القانون قفل الكاميرا هتقوم شايله منه نقطه. تنسى اسقط تنسى يا ابني، اوعى تنسى. يا ابني. لو حد قفل الكاميرا الفريق بتاعه يخسر نقطه. ماليش دعوه. انتوا ايه ما صدقتوا؟ شفت يا عمر جبت لنا الكلام ازاي؟ افتح الكاميرا بسرعه بسرعه. راح فين ده؟ نايم ده ولا ايه؟ عم بس ايه يا عم، ايه يا عم، افتح الكاميرا يا عم، جبت لنا الكلام كده ينفع؟ ايه يا مخترع الإعلام، ظبط الكاميرا عليك بسرعة. شيل صباعك بقى من على الكاميرا بسرعة. يلا اقرأ بقى سؤال، شيل الكتاب انا عايز اشوفك انت بسرعة. يلا اقرأ السؤال، بيقول ايه يا جميل بسرعة. استخدم المصري القديم قدميه للتجديف قبل استخدام الخشب، صح ولا خطأ؟ يلا يا عموري.
صح. برافو شطور، بس افتح الكاميرا كده وظبط الكاميرا عليك. على فكرة انا عندي اخت اللمبة دي في بيتنا، عايز اشوفك يا عم، وريني اخترعت كام قلم من عندي دلوقتي. ده مخترع انت، قلم واحد؟ ماشي يا عم المخترع. انا عايزة الفراشة دائن، بتبص على ايه يا فراشة؟ بصي في الكتاب يا فراشة، ايوه مع حضرتك. انا عايزك تبصي في الكتاب يا احلى فراشة بسرعة. حاضر، بطل الكتاب. طب يلا ايوه اجاوب صح، اجاوب صح. اقرأ. حاضر، تشير الصورة مقابلة إلى وسيلة النقل التي استخدمتها الملكة حتشبسوت في رحلتها إلى بيلابونت. هي الصورة مش واضحة عندي، فهي دي، هي دي صورة بواخر صح؟ بواخر أو النفط صح؟ هتكون غلط يا مس. تمام، هما كان عندهم كده السفينة المتطورة دي. كان عندهم اللي هي اسمها ايه؟ السفن، اللي هي السفن اللي حطوا فيها كراسي. اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ المراكب، كانوا بيستخدموا الايه؟ المراكب. تمام، مش الباخرة، دي عبارة عن باخرة. تمام، هما كانوا بيستخدموا تمام. القارب أو المراكب. تمام، طيب يلا يا النجم أحمد. نجم أحمد فين يا شباب؟ نجم النجوم فين يا شباب؟ ما يلا يا نجم. يا نجم، نعم يا مس، تمام يا مع نجم حضرتك. بسرعة. أصل بس ما فتحتليش المايك. تمام، بيقول أخذ الإكسوس عن المصريين بيستخدموا عربية الحربية. يس. برافو، يعني الهكسوس هما اللي اخذوا عن المصريين استخدام العربيات الحربية. لا، غلط، انت ما قلتيش اجابتها الصح. طب امس قول. ساعه اجابتي طب غلط ايه؟ تصويب الخطأ. ان بعدين يا لا، نجم، هو طب ننزل ايه؟ الإجابة، طب ننزل. غلط بس. الإجابة غلط، لأن يا عم مش هتاخد نقطة بقى يا نجم عشان أنت قفلت المايك. بص بقى يا عم النجم، دلوقتي المصريين هم اللي نقلوا عن الهكسوس، مش الهكسوس يا نجم هم اللي نقلوا عن المصريين، فهمنا؟ المصريين هم اللي قلدوا الهكسوس، مش الهكسوس هم اللي قلدوا المصريين. ماشي يا نجم. يلا الفراشة سجى، يلا يا فراشة طيروا بسرعة يا فراشة. عايزة ايه يا زهرة؟ مس رقم 2 يا مس، ما حللهوش اصلا. رقم 2 فين؟ صح احنا وغلط حليناه صح. والله، ما حللهوش. رقم 5، سعادة وسائل النقل المختلفة على تبادل التجارة بين الدول.